طب امشي بقى، خليكي في حاله جاتك القرف. غومه عندك ريحه الدم. اهلا يا عمر، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا بابا. ده البيت زي ما هو بالظبط. يا اخي انت ما بتحسش، بطل كذب بقى وارحمني. قالوا هتوحشيني وادعي لي ولا اله الا الله، ده انا الدمعه كانت هتفرق من عيني. قالوا عايزني اصدق انه مسافر اسبوع بالشنطه دي. تعرفيش انت الشنطه دي بتشيل ايه ولا ايه؟ يمكن انا تعبت. ايوه سلمى حبيبتي، بس انا كنت عايز اقول انت بالذات ما تتكلمش خالص بعد ما طلعت انت اللي مرتب له السفريه يا سوسه يا طويل انت. سلمى بص يا سلمى، انا بجد فعلا كنت رايح عند البيسي. انت مش كنت حلف لي بحياه ولادك انك مش هتروح عند الناس دي تاني؟ كنت رايح افسخ العقد وادي له الشرط الجزائي. بعدين خدي بالك يا سلمى، انت ضيعتي لي اهم حلمين في حياتي. اول حلم المزرعه، تاني حلم الغنى. واللي ما كنتش عايز اقوله لك ان انا المزرعه بتاعتي اتحرقت. انت بتتكلم بجد؟ المزرعه اتحرقت والهانم وقفت تتفرج عليا. طب والنبي سألوا كده، مزرعه ايه يا ترى؟ ايوه صحيح، مزرعه ايه يا ترى؟ الفارم فيل. البي بيتكلم على المزرعه اللي على الفيسبوك عشان تعرف الهبل اللي انا عايشه فيه. ايه التفاهه اللي انت فيها دي يا اخي؟ يا اخي ارتشي على سنك. تقرع انت، مش لسه بعت لي عايز خشب عشان تبني وبعت لك؟ لا دي كانت مصلحه وانقضت خلاص. مصلحه وانقضت؟ طب ما فيش مسامير عندي. اعمل فيكوا ايه؟ اشتكيكوا لمين؟ ارفع عليكوا قضيه؟ اروح اشتكيكوا في الاسم؟ اقطع عليكوا النت؟ لا يا سلمى وحياه ولادك، حرمنا خلاص. قلت امال اجيب لك طعامه؟ انا مش هتكلم كتير يا سياده القاضي، بتكلم بقالي سنين ومحدش بيسمعني، تعبت من كتر الكلام. انا هسيبك لضميرك وعينيك وهم اللي يحكموا. ده جوزك اللي ضربك كده يا سلمى؟ ايوه يا سياده القاضي. ايوه وكل يوم من ده، وربنا وحده اللي عالم. الراجل ده الكاس ما بيفرقش ايده للنهار بالكاس، يا الكاس يا البانجو. بانجو صرف كل فلوسه على ملذاته يا سياده القاضي، وغير كده بيصرفش علينا مليم واحد. مخلينا نشحن، مجوعنا يا سياده القاضي، مجوعنا. مجوعكوا؟ طيب انا راضي زمادك يا سعاده القاضي، ده منظر خدود جعانه. ان جبت الحق. لا مدام سلمى، انت لسه مصممه على الخلع؟ ايوه يا سياده القاضي. ومش هتنزل ابدا ابدا ابدا. افواري افواري، فاضل واحد ابدا. طيب انا يا سعاده القاضي حالا حسبت لك ان الست دي كدابه من ساسها لراسها، بس بعد اذن سيادتك بس هتسمع شهاده الاولاد. دخلوا البنتين. مين دول؟ البنات فين؟ قولي لي يا حبيبتي، بابا بيعملكوا كويس في البيت؟ ان جيت الحق يا سياده القاضي، ابويا طول عمره انسان محترم. ظهر الحق. يلا سلام عليكم، اي اوامر؟